السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم. اليوم ملاحظة فقط لهذا كريم الجانج. يا كريم الجانج، انت اسمك كريم، كريم اسم طيب، اسم مليح، معناه انسان سخي المعطاء، محب للخير، الاصيل، النجيب. واذا دخلت انه في اذا قلت الكريم اصبح اسم من اسماء الله. السؤال المطروح، يا كريم، يا اللي مسمي روحك الجانج، الجانج هي عصابة باللغة الإنجليزية، جانج جانجستر، واحد يعني مجرم لص، فمجموعة الجانج أنك لص تستعمل كريم مع الجانج، يعني اسم غير مسمى، اسم غير في محله. إذا ما تعرفش كلمة معناها قول لنا. أما أنك أنت كريم ودير كريم الجانج، يا أخي أرجوك أخي إذا سمعت الفيديو هذا نحي الجانج، راك تبهدل في روحك. كريم الجانج، كريم أنت مسلم أخي كريم، علاش داير الجانج هذا؟ واش دخلك أنت؟ تعرف أن الإنسان من حامل صفات كريم، أن الاسم الكريم من الله تعالى. فأنت يا كريم الجانج، أنت ماكش جانج، أنت اسمك إنسان سخي، محب الخير، أصيل. فكريم الجانج يعني الجانج من دخلته أخي. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.